السفير الإيراني لدى العراق يذهب إلى كربلاء ويتحدث، يلقي خطبة كلمة هناك يبرر فيها هذه الهجمات ويقول لن نساوم على أمننا مطلقا، وكأنه يريد أن يشحن العواطف الطائفية لدى الشارع العراقي لصالح إيران كي يبرر ما حصل، وبالتالي نوع من التهييج للشارع العراقي ضد الحكومة، خاصة أنه قال أيضا بأن إيران طهران أبلغت كردستان مرارا لكن كردستان لا تسمع الكلام. سيد مخلد، نعم. يعني سيد العزيز، يعني إذا تكلمنا عن أن السفير الإيراني تكلم بهذا المجال والناس الذي استمعت لهذا الخطاب، ألا يوجد شخص يكلمه ويقول له هنالك قنوات دبلوماسية رسمية في العراق، يوجد وزارة خارجية في العراق وهنالك وزير خارجية وهنالك أمن قومي عراقي ويوجد كثير من الأجهزة الأمنية العراقية ممكن أن تقوم وممكن أن تفاتح هذه الجهات إذا كانت موجودة حقيقة على أرض الواقع؟ هل يخوله الحق بقصف أرض عراقية؟ هذا يعني هذا حسب العرف الدبلوماسي والسياقات الدبلوماسية هو انتهاك صارخ لسيادة العراق. يتكلم بما يتكلم اليوم، نحن ليس بعيدين عن الشأن العراقي والشأن الإيراني وماذا تعمل إيران داخل العراق وماذا تعمل إيران خارج العراق. إيران استهدفت هذا المكان هو ردا على استهداف ضابطين بالحرس الثوري الإيراني في دمشق، وهذا هو رد على ما حصل. لكن نحن لا يهمنا إيران أو سوريا أو أي، نحن يهمنا الأمن القومي العراقي، تهمنا السيادة العراقية، ويجب على الحكومة العراقية حقيقة إن كانت هنالك سيادة كاملة عراقية أن تتخذ إجراء وأن يتم تدوير القضية، لأن هذا انتهاك صارخ وهو غدا سوف تنتهك أجواءنا دول أخرى.